مدينة البيسي 2/8/2012 من هنا مرت جنود هذا النظام الخائن وقامت بحرق المنازل في مدينة البيسي. المنازل المتطرفة لهذه المدينة بعد أن قام ثوار هذه المدينة بتحريرها من القوات الأسدية الغاشمة، قامت قوات النظام بالهجوم على المنازل المتجنبة وحفرت بعض الطلاقات ووضعت بعض المتاريس، وتم الاحتماء بالمنازل بالهجوم على هذه المدينة. مدينة البيسي تتعرض للقصف منذ أكثر من 60 يوم على التوالي لحملة بربرية وهمجية على هذه المدينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. البيسي 2/8/2012.